وللتعليق حول شأن السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك لدراسات باسل حفار. مرحبا بك معنا أستاذ باسل. جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة جهود إنشاء لجنة دستورية، برأيك هل الأجواء تسمح لتشكيل لجنة دستورية؟ الحقيقة هي الأجواء يعني خصوصا البارحة وأول البارحة كانت من أصعب ما يمكن بسبب هجمات النظام الجديدة التي مرت على حماة ومناطق أخرى، إضافة إلى أن هناك ارتباك سياسي كبير بسبب ابتداء استقالة ديمستورا من جهة، وعدم وضوح إلى الآن طبيعة الاتفاق الروسي التركي بتفاصيله الدقيقة، وانسحاب جزء من المعارضة أو الأسلحة الثقيلة من طرف المعارضة، بينما يستمر النظام بتسديد الضربات لمناطق مختلفة. في ظل هذا الارتباك وعدم وتصريحات النظام الأخيرة لأكثر من جهة إعلامية بأنه ينوي إعادة الهجوم على إدلب أو أنه ينوي إعادة اجتياح مناطق الثوار وغيرها، هناك ارتباك كبير من طبيعة الاتفاق وما يمكن أن يحصل على الأرض. وبالتالي الحديث عن اللجنة الدستورية وتشكيل لجان دستورية وما إلى ذلك بات هما في يعني ضيقاً إطار شريحة ضيقة جداً من السوريين، وكثير من السوريين اليوم لا يتناقلون حتى هذا الخبر أو يعيدونه الكثير من أهمية الأسف. نعم، إلى أي مدى ترى أن الوفد الممثل للمعارضة سيلقى الدعم الشعبي المطلوب لتمرير دستور، لا سيما وأن ديمستورا دعا المعارضة للقبول بخسارتها؟ هو في الحقيقة يعني المسار الحالي السياسي الذي يتضمن الحديث عن الدستور وعن هيكلة الدولة وهيكلة التجسيمية وغيرها قبل رحيل النظام وقبل البت في مسألة مصير النظام لا يلقى دعما شعبيا من الأساس بغض النظر عن طبيعة الأشخاص وطبيعة الوفد الذي يتم تشكيله. المسار بحد ذاته هناك إشكالية شعبية معه، لأن السوريون كانوا يفترضون وما زالوا أن المسألة الأجدى بالدراسة وبالاهتمام والمتابعة هي مسألة مصير النظام ورحيل النظام، ثم يريدون الالتفات إلى القضايا الأخرى المتعلقة بالدستور وهيكل الدولة والأشياء الأخرى. نعم، على خلفية القبول بالخسارة، هل أصبح بقاء بشار الأسد ولو لفترة الفترة الانتقالية أمرا واقعا برأيك؟ هل يمكن أن تقبل به المعارضة في ظل شبه توافق أو شبه التوافق الدولي الذي لا يمانع هذه الفكرة؟ نعم، يعني هذه الطريقة بالطرح وهي أحد الأسباب التي تجعل ديمستورا ليس محط ترحيب، تتحدث وكأن الثوار وكأن السوريين وكأن المعارضة كأن بشار الأسد لم يكن موجود والثوار خسروا في مسألة عدم بقائه. في الأصل هو بشار الأسد موجود والنظام موجود منذ 30 عاما، هذه الثورة استطاعت تحرير جزء غير قليل من الأرض السورية واستطاعت تعرية هذا النظام ووضعه في خانة التهديد على الأقل بالرحيل، وما زالت تسعى لرحيله والمعركة لم تنتهي بعد. طب اطرح هذا الأمر بطريقة على المعارضة أن تتقبل الخسارة وما إلى ذلك وكأن النظام لم يكن موجودا والآن هو الذي انتصر وحصل على الدولة وأنه سيطر الآن، هذا غير صحيح، الأمر معكوس تماما. النظام عليه يتقبل فكرة أن الثوار موجودين وأن الأرض المحررة لا تعود إلى صالح تحت سيطرته، وسواء بقي لفترة انتقالية أو لم يبقى فإن الثوار مستمرون في عملية إسقاطه وهو لم يعود نظاما شرعيا بأي حال من الأحوال. نعم، من إسطنبول رئيس مركز إدراك لدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لك.